السلام عليكم البنات، مرحبا بكم مؤسسة بيعات قناة أم عثمان زيدات في درس جديد. اليوم البنات عشاق الخطفة وعشاق الطرز ديال الخطفة. هاد الطرز الناس ما كيموتش وديما كيبقى دارج على الموضة ومطلوب بزاف بزاف. اليوم إن شاء الله غتشوفوا التقنية أو الطريقة باش كنخدم الخطفة، وغنبداو على بركة الله وبسم الله. أول حاجة البنات كندير تخصاج، يعني كنطراسي البلاصة اللي غنطرز عاد كنبدا نعمر. يعني حاولوا تلاحظوا معايا الطريقة كيفاش كنخدم الخطفة ديالي. بسم الله. كندير البنات الاطار الخارجي او الاطار على الرشمه كامله. غنحاول ندير الزوم اكثر. حاجه مهمه البنات، الاتجاه اللي بديت عليه في الاول هو اللي غنبقى خدام عليه، هكا احسن. الاتجاه الاول كيف بديت هنايا غنبقى دايره عليه، يعني ما غنحوش المربط. البنات هذه هي اسهل طريقه باش انا نخدموا الخطفه، وغنبدا نعمر دابا. كنبقى دائما البنات نفس الاتجاه، يعني ما كنغيرش الاتجاه ديال المرمو. الى شفتوا معايا البنات، الى حطيتوا معايا وشفتوا معايا وبقيت كنتوا متبعين مزيان، يعني نفس الاتجاه، وغتبان لكم حتى في الخدمه. شوفوا معايا الخدمه، شوفوا معايا البنات الضربه ديال الماكينه، شوفوا يعني غاديه في نفس الاتجاه. هذا هو السر ديال 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 الخطفه البنات. غنخدم هذه البنات، انني ما بدلش الاتجاه ديال المرمى، وغنبدا نعمر دابا. هاد الخطرة هاد الخط ولا هذا معروف دائما كنخدموه. هاد الخطفة كتجي راقية البنات، وملي كتصلح مزيان كتجي عاطية واحد المنظر رائع في الخدمة. بإمكاننا حتى هي البنات حتى هي نبتوها.
دائما البنات في هذه الاثواب الحريريه كنستعن بالفيزلين لتحت. هذا البنات راه ماشي تغربيل، هذه الخطفة. الا شفتو كنطلع وكنهبط يعني بحال كندير خطوط مره افقي مره هابطه طالعه نفس الاتجاه، دائما نفس الاتجاه. لاحظوا معايا البنات، يعني كنبقى دائما نفس الاتجاه. كنتمنى من الله هذا العلم اللي كنوروه يكون لنا صدقه ان شاء الله جاريه ولينا ولوليداتنا ولوالدينا يا ربي، وهذا الاجر ديالو ان شاء الله يعود علينا في الاخره قبل الدنيا الاخوات، اللي هي دار هي خير 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 مكان. البنات كنتمنى من الله هذا العمل وهذا الشيء اللي كندير وهذا المجهود اللي كندير يكون لي خير في الاخره قبل من الدنيا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنقول لكم البنات، لو كان عندي فين نعلم، لو كان عندي اتساع فين نعلم، لو كان عندي المكان اللي واسع فين نعلم، والله ما نبخل على شي وحده، والله العظيم البنات ما نبخل على شي وحده. انا راه كنقول لكم ربما كتلاحظوا انني درت قناه ثانيه. البنات ما غيبقاش الانسان راه كيزيد وكيكبر وكيزيد وكيعيا وكيزيد، يعني ما غيبقاش يخدم داك لافورس بداك الجهد اللي انا باقا صغيره. علاش الحاجه اللي فرحتني بزاف ان الانسان ولو يموت كيبقاو هاد الفيديوهات تاع التعلم، يعني من وحده لوحده ومن جيل لجيل ربما نكبروا يجوا ولادنا ويشوفوا هاد الفيديوهات يقولوا الله يرحم الوالدين، الله يجازي هاد السيده ولا هاد الشويرفه اللي ماتت الله يجازيها بخير. هادشي علاش انا فرحانه بهادشي اللي كنقدم، والله البنات فرحانه بزاف بهادشي اللي كنعطي بغض النظر على البنات. حيت كاين بعض الاخوات تقول لك وراه انت كتشدي بهادشي، راه الفلوس كتشديها كتمشي لبلاصه اخرى، الفلوس كتدخل وكتخرج. الفلوس اللي كنشد من خياطتي راه احسن من الفلوس اللي كنشد في اليوتيوب. البنات انا كنقولها دائما، الفلوس اللي كنخدم يعني نخدم قفطان احسن لي من يعني الحمد لله. ولكن هذوك الدعوات تاع الخير، يعني واخا هاني كنخدم ونشد فلوس، ما ربما تقدر تقولها لي مولات القفطان، تقدر ما تقولهاش ليا، تقدر ما نسمعهاش منها، نقدر نسمعها منها، ولكن هاد الدعوات اللي كوصلوني والله العظيم ليا والماما ولولادي راه ما شاء الله سبحان الله.
وهكذا نكون كملت رشيمه تاع اليوم اللي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ونصيحه لكم في اخر فيديو، قد ما قدرتوا ديروا الخير للبنات ولا الاخوات، قد ما قدرتوا ديروا الخير ديروا الخير. الخير سواء في التعليم، سواء في الخير غير مع بعضنا البعض. بشوفوا ما نقولش حقا ما داروش ليا ما نديرش ليهم، لا، الانسان يحاول يدير الخير. شوف، ولو يبادرك الانسان بشر، ولو يبادرك باذيه، حاول انت تردها ليه بخير. نحاول عرفتي راه هذا الميساج بغيت نوصلو. علاش؟ حيت لي كنحس براسي انا الحمد لله، اعوذ بالله من قوله، انا ما كنحاولش رد يعني المسيئه باسوا منها، يعني كنحاول. وهادو هما الناس الطيبين. والله العظيم كنحس براسي عمرني ما رديت الاذيه بالاذيه لشي حد. عمرني في حياتي ما حسيت راسي انني رديت الاذيه لشي حد بالاذيه بحالها. حاول الانسان قد ما قدر يدير الخير يديرو، قد ما حنا في هاد الدنيا غير في واحد يعني واحد القنطره وعابرون منها. كل واحد فينا غيلقى المسار ديالو، كل واحد فينا غيلقى. كنتمنى ان نلقاو الله كاملين البنات فرحانين سعداء، وهذا الخير اللي بغيتو لي انا بغيتو لكم يدفع عليكم البنات كاملين حتى نتومايا. وما تقولوش ما دارش لنا ما نديروش ليه، لا، نحاولوا نديروا الخير والله راه كييسر. ونحاول نوري وربي كيجيب الخير. من نهار فتحت القناه البنات، من نهار فتحت القناه جيت واحد المنطقه يعني بلان بالطرازات، وحل الحمد لله. الحمد لله كيجوني كليان من مناطق ما كنعرفهمش، من مدن ما كنعرفهمش، من دول ما كنعرفهمش. علاش؟ كنقول ربما دوك الدعوات تاع دوك الاخوات، ربما دوك الدعوات ديال دوك البنات اللي في القرى ولا في البوادي ما كيعرفوش هذا الشيء اللي واقف معايا. ديروا الخير ونساوه، والله يحفظكم، والله ينور طريقكم. والبنات اللي باقي ما عارفينش القناه الجديده، مرحبا بكم عند قناه حمريه حره، في قناه ام عثمان الجديده، قناه حمريه حره. بسلام عليكم، والله يعاونكم، والله لقينا ساعه زوينه ان شاء الله.